10/2020 محضر رسمي ديال الضابطة القضائية عند نفس المصلحة. وحرفوا المعطيات، كيحرفوا كلشي، كيزوروا كلشي. الملف ديال الوالد ديالي زوروه ومشاو داروا ليه طبيب امور، انا مرض الزهايمر. جدا عندها تاع ملف طبي بغا يجيبوها في ساعتين، هي وجدي هي وجدي انا ما خاصهم غير اللي جيسني ليهم بعض المصطلح صناعه الملفات. ما درتش حتى شي، تصوروا معايا الملف ديال الوالده ديالي، ما درت فيه حتى شي خبره، ما جابوا حتى شي مسؤول على الحسابات ولا مدقق الحسابات. يعملون في واحد الاتجاه معين بعيدا عن القانون، ينادون في المحضر رقم 67، ها هو الخلاصه ديالو، ها هو المحضر رقم 67، 66 خطره ينادون المشتكي بالحاج، هو ما سميتوش الحاج. وانا فاش كنكون في المقر ديالو فاش كنمشي في الدار بدا تيقول لي سي الحاج، هاد الناس سي الحاج سي الحاج. كنجيو المحضر رقم 67 ياك، كنمشيو ليه عام سيدي 67، كنمشيو للسيد قاضي التحقيق ديال اكادير، مي كيدير المتابعه ديال الوالده ديالي. شوفوا المحضر 67 اش غادي يدير، اللي خرج ليه الحكم، حكم نهائي على الوالده ديالي في المحضر 67، هي القوله زقريطه عليكم. الوقائع: يستفاد من المحضر الضابطه القضائيه عدد 67 منجز بتاريخ للفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه ان الشركه ستاندغيتا وشركه هذا والمسمى الحاج هذا تقدموا بشكايه، وانه اسمعوا لي دفاع عمومي عرضوا فيها الشركه المشرعه لمجموعه اقتصاديه لعائله فلان التي تلعب اليوم ادوار كبيره في النسيج الاقتصادي والتجاري وتنميه الاستثمار الوطني وخلق مناصب الشغل التي تتجاوز اليوم ما يقرب 7000 منصب شغل، وان تدبير هذه المدح الشعب. كنمشيو للاحكام القضائيه الصادره باسم جلاله الملك ضد الوالده ديالي وضد النوطير الحاج، وكنمشيو عدني ل 815 و531، هادو راه قرارات صادره باسم جلاله الملك. وانا نفس الحاجه، يستفاد من المحضر رقم الضابطه القضائيه 67 المنجز بتاريخ الفرقه الوطنيه أنا ادوار كبيره في النسيج الاقتصادي. قراوا المغاربه، الفرقه الوطنيه هي اللي كتحكم، كاينش حماه القانون السيد رئيس المنتدب سيد الحموشي، الفرقه الوطنيه هي ولات كتخرج الاحكام، تتجاوز السلطات ديالها، جريمه جنائيه يعاقب عليها القانون. حنا مواطنين عاديين بدون اي انتماء، ما عندنا حتى شي طيار. هاد الناس كيدفعونا بان شدونا المعطيات اللي عندنا، الكم الهائل ديال المعطيات اللي لا يتصور، ونمشيو نديرو شي حاجه ولا يمكن يدفعونا لشي امور اخرى. كاين هناك طيارين اليوم، طيار كي يسعى الى اصلاح البلاد وطيار يسعى الى الفساد في البلاد. حنا اليوم الى هذا القانون ما كيطبقش علينا، وكل مره غيجيو هاد العناصر ديال الضابطه القضائيه الامنيين اللي هما معدودين، ويبداو يديروا ما بغاو، يديروا التعسف والتهكم والاستدعاء، تعيط عليك مع فوق من 8 ديال الليل، وعيط عليك في النهار ويقول لك اجي نتصنت لك. ومشيت عند السيد وكيل الملك نهار اكزاكتومون نهار 9 جانفي، جا نهار الجمعه السيد وكيل الملك المكلف بملف ديال غسيل الاموال في مراكش. كيستقبلني السيد وكيل الملك رفقه احد النواب ديالو بحضور عنصر امني، كنعطيه واحد الطلب ديالي، كنأشر على الطلب ديالي ديال تغيير تكليف الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه. هذا التغيير ديال تكليف الطلب اللي كنت قدمت به رئيس النيابه العامه عام بشي جوج خطرات، وكلاء الملك كاين اللي استجب ليا كاين اللي ما استجبش ليا. كيستقبلني السيد وكيل الملك بكل احترام، كيقول لي كنشرح ليه الوضع، تيقول لي غادي نبدلو لك في الطلب ديالك، صافي راه ما غادي نشوفو نحبسو البحث حتى نشوفو هذا، نشوفو الطلب ديالك وندرسو بعنايه. كنمشي واحد 3 جوغ، كنمشي انا نهار 22، كنستدعوني كنحضر ولايه امن اكادير امام نفس عناصر ديال الفرقه الوطنيه، المكتب الوطني لمكافحه الجريمه الماليه والاقتصاديه، تعاملات طبعا بدون نقاش، تعاملات خارجه عن اطار احترام المواطن. هذه ما كايناش اهانه المواطن، ما كايناش في القانون، المواطن غير هينوه، ما كاينش مشكل، المواطن رخيص. حنا انا كنهضر على عائله ديال المزوق. كيتصل بالسيد وكيل الملك ياكد ليه بانه متصنتش ليا، حتيبتو ليا في الطلب ديالي. من بعد 13 يوم هذاك نفس العنصر العميد ومن معاه كيعيطوا على جدة وجدي لا يمتثلون الاوامر النيابه العامه اللي هما الرؤساء ديالهم طبقا للفصل 122 من دستور المملكه،
اللي هما في جميع الابحاث والملفات يعتبرون الرؤساء المباشرين ديالهم. داكشي علاش انا صيفطت لجميع الوكلاء العامين ديال البلاد ديال المغرب، يمكن باقي واحد جوج ولا ثلاثه اللي ما صيفطتش لهم لغرض لانهم كان عندهم الملف وما بغيتش نصيفط لهم ياك. كنعلمهم، كنعطي لهم الوثائق، كنعطيهم المحاضر، كنعطي لهم واحد التقرير بما تبقى عائده عامه اللي غادي يقدر تشد فيه اي ملف فيه محاضر، اي محاضر كيف ما كانت تكون غير منجزه من طرف نفس الجهه، وتحطهم تعمر بهم دي طابلو كيعطيوك في الاخر النتيجه واش داك البحث ودوك المحاضر حقيقيين ولا مزورين دون الاعتماد على المضمون ولا التصريحات ديال الناس، يعني غير شكلا جمل الكلمات العبارات تواريخ العدد الارقام عدد الاسطر عدد الصفحات تواريخ في التنجزات الاخيره ديما علاقه بنفس البحث المهني. كنعلم به المسؤولين القضائيين باش نقول لهم بان راه الفرقه الوطنيه راه ولات هي اللي كتحكم، ولات هي اللي كتحكم، ولات هي اللي كدير القانون، ولات هي اللي كدير الملفات الكيجيه. فاش الوالده ديالي النقد ناضوا يحاولون صناعه ملف اخر انتقلوا عند الوالده ديالي كيتصنتوا لها ما وراوهاش حتى شي ورقه كالعاده، ما كيوريوكش الوراق، ما كيبغيوش يقول لك الموضوع. انا الموضوع قالوا لي، قلت لهم ديال اش غسيل الاموال، قال لك انا ندير عندنا الحق نديروا غسيل الاموال. انا قول القانون جاك خو 574 القانون الجنائي راه واضح، الا كانت هذه حنا ما داخلين حتى شي خانه، حنا ما عندنا حتى شي حكم. قال لي الاشتباه، قال الاشتباه انا صيفطت لكم الاشتباه، صيفطت لك 19 وكيل عام ماشي كنشتبه، انا ابلغ عن جرائم ديال تكوين عصابه اجراميه قدام هذاك. ما بغيتوش تعطوني حقي هنا؟ كاين الجنائيه الدوليه ما عندهاش مشكل، جميع انا اولا انا الثقه ديالي كبيره في المؤسسات ديال البلاد، لان لحد اليوم كنكتب، لان لحد انا هذا الاسبوع سمحوا لي انا كنت مريض، لحد نهايه الاسبوع كنت في الرباط عند المسؤولين في الرباط، ما كاين حتى شي مسؤول في الرباط، مشيت عنده ما استقبلنيش بطريقه مهنيه من الباب، والناس مربيين كلشي مربي كلشي مهني لواحد الدرجه خطيره. كتجي عند هاد العناصر الامنيه ديال الفرقه الوطنيه بس هاد العناصر فقط، سي دخيسي بعيدين عن المهنيه، بعيدين عن احترام المواطن وحقوق الانسان وخدمه المواطن. كتمشي عند اي ضابطه قضائيه دست عندها، وخصوصا في مدينه اكادير، جميعهم مهنيون لواحد الدرجه كبيره. يعطيك المحضر ديالك، يقيد لك اش بغيتي تكتب 99.9%، راه كاينش مشكل معاهم. مور الرؤساء ديالهم حتى الفرقه الوطنيه صناعه الملفات. انا اليوم كنتقدم شكايه مباشره، راه شكايه الكتابيه راه درتهم، ما كنبغيش ننشر بزاف ديال الامور، ما كنبغيش ننشر لا رابور، ما كنبغيش ننشر الوثائق، ما كنبغيش ننشر كيفاش المشتكي في محاضر ديال الضابطه القضائيه ديال اكادير باردون لا ما كيعرفش يكتب وما كيعرفش يقرا، وعند الفرقه الوطنيه ولا كيعرف يقرا ويكتب. كيفاش الشكايه المواطنين كاين جوج كانوا متهمين ولاو عند الفرقه الوطنيه مصرحين ولاو شهود، وها هما التصريحات ديالهم عند قضاه التحقيق المغاربه، ها هما التصريحات ديالهم، والفرقه الوطنيه رجعتهم شهود ضد الوالده ديالي. عرفتي علاش رجعتهم شهود؟ لان التصريحات ديالهم عرفتي اش يقولوا؟ كنهزوا الفلوس من البنكه وكنديوها كنعطيوها رشوه، ها من كنعطيوها. هادشي راه ضمنته في التقرير اللي صيفطته لجميع الوكلاء العامين للملك، وصيفطته للجهات العليا، وصيفطته للجهات الامنيه بالاقوال ديالهم وباللوائح والجداول. حنا اليوم شنو نقول لكم؟ واخيرا وقبل كل شيء، حنا الحمد لله نؤمن بدوله المؤسسات ودوله حق القانون المسؤولين، ونامل التدخل ديالهم، وسنوافيكم بالجديد ديال مستجدات ديال هذا الملف. وشكرا جزيلا. السلام عليكم. اولا قبل كل شيء شكرا على المناظر الاعلاميه المحترمه اللي حضرات واللي مواكبه الملف ديال عائله السيده حبيبه زيدي، الملف المعروف اعلاميا بملف المراه الحديديه. المستجدات ديال اليوم 4 يناير لسنه 2023 حاضر. المستجدات هو ان العائله ديالي الوالده ديالي
11 فرد من الأسرة ديالي نحن موضوع حاليا مسطرة ولا اتهامات بغسيل الأموال. مسطرة اللي حركتها في مواجهة ديالنا بعض عناصر ديال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الدار البيضاء تحديدا المكتب المغربي لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية. شكاية حركتها بطريقة كيدية لا قانونية باش توفق لنا التهم، لأن باش نشرح للمشاهدين بأن الملف ديال الوالدة ديالي، الشكاية اللي كانت علاقة بالملف ديال الوالدة ديالي اللي هي كتحمل الرقم ديال 2019 على 31/01 على 12718 هي هادي، ها هي الشكاية. وكيل البحث التمهيدي فيها الى بعض عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. انا هاد التصريحات اللي كان ديال لا ما كتخصش الا واحد الفئة معينة من الامنيين، وهاد التصريحات بمثابة شكاية مباشرة عن طريق القنوات ديالكم اللي هما الاعلام اللي هو السلطة الرابعة، موجهة اولا الى السيد الرئيس المنتدب بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، موجهة الى السيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقد، موجهة الى السيد الحموشي في صفته، موجهة الى السيد المنصوري، موجهة الى السيد التخيسي رئيس الشرطة القضائية بالمغرب، وموجهة الى جميع حماة القانون والعدالة والقضاء في المغرب، لان ما سيلي خطير جدا. اولا الوليده ديالي فاش داروا فاش تكلفت بعض عناصر الفرقه الوطنيه والمكتب الوطني لمكافحه الجريمه الماليه والاقتصاديه ملف ديال الوليده ديالي، الشكايه ديالنا اللي هي شكايه تقنيه يعني فيها مجموعه ديال الاختلاسات الى اخره ديال مبالغ مزعومه 15 مليار من مجموعه تقريبا 10 ديال الشركات ما بين سنه 2011 و2016، وهي الشركات اللي تمت الإشارة إليها في محاضر الضابطة القضائية على أنها مجموعة قانونية ديال الشركات، وهذا العكس ديال الحقيقة، ما كاين لا مجموعة لا والو، شركة كل وحدة مستقلة، كل وحدة عندها صيغة قانونية ديالها بين مجهولة وبين محدودة المسؤولية، وكل وحدة عندها مسير. تم تصوير في الشكاية بأن المشتكي واحد المشتكي اللي كيقولوا لي الحاج اللي كتب ليه اللي كاتب لي عناصر الامنيه اللي تكلف الضابط القضائي اللي داروا البحث يكتبوا ليه يشيرون اليه بالحاج، يعني عباره تملق وتمييز بعيدا عن المهنيه وعن الحياد وعن التجرد وعن الموضوعيه. داروا بانه هو الملك هو ماشي الملك، داروا بانه هو المسير الوحيد هو ماشي المسير الوحيد، عنده مشاكل مع الشركاء ديالو، كانت عندهم شكايه في نفس الوقت ما بحثوش فيها. الشكايه جات خاليه، هي الشكايه جات خاليه من اي رقم سجل تجاري. تصوروا معايا بان بحال درتي شكايه بشي واحد وما درتيش ليه لاكارت ناسيونال ديالو، وبالعاني دار المحامي هو والمشتكي ما فيهاش سجلات تجاريه، لان كاين شركات مزدوجه، كل وحده كاين اللي فيها جوج كاين اللي فيها ثلاثه، وكيتستعمل الابيض وغسيل الاموال الطهره الضرب الى غيره. ورغم ذلك فان العناصر ديال الضابطه القضائيه اللي قامت بانجاز البحث التمهيدي في الملف ديال الوالده ديالي ما عيطت لا على كونطابل، ما عيطت لا على مدققي الحسابات اللي كاينين عند الشركات، ما عيطت لا على شركاء، ما عيطت لا على مسيرين مشاركين، ما عيطت لا على مسيرين مستقلين، ما عيطت لا على حتى شي تشي واحد، لا بنكيين، ما عيطت لا لي زيكسبير كونطابل، ما عيطت على حتى شي حاجه. اكتفت اش دارت؟ استبعدت جميع الادله الماديه اللي كان يمكن بان تحصل عليهم الادارات ديال الدوله بحال السجلات التجاريه، لي بيلون، لي ديكلاراسيون، التصريحات الضريبيه والجمركيه ديال هاد الناس، ما جاب حتى شي ورقه من هادشي، والدليل داكشي ملف خالي من هادشي. حتى السجلات التجاريه ما جابتهمش، الوكالات باش تاكدت الشكايه ما فيهمش ارقام السجلات التجاريه، ما فيهمش سون با ليغاليزي، ما فيهمش التاريخ، ما فيهم والو.
وقاموا بالاستناد على واحد الخطه واليات ديال التحريف ديال الزوار اللي هو استناد على الشهود ديال الزوار. وهذه الشهود ديال الزوار ماشي في جميع المحاضر باستثناء محاضر منجزه من احد الضباط ديال الشرطه القضائيه الذي يحمل الرتبه ديال عميد ممتاز انذاك اللي دار العمل ديالو بكل وفاء وتفاني. الاخرين كلشي زوروا استنساخ الجميع المحاضر ديال الضابطه القضائيه المستمعين المشتكي اللي ما قاريش داروا قاري الوراق اللي قال لهم غنجيب لكم اللي كانوا مكتوبين في الشكايه بان كاين تدقيق وتفتيش واكتشفوا اختلاسات ما جابوا لهم والو وما كاين والو. الناس اللي مكلفين بالمحاسبه الحقيقيه ما مشاوش ما انتقلوش المقرات الشركات رغم ان الشركات كتستافد من المال العام. مجموعه ديال الامور كثيره جدا اش وقع. ومن بعد استندوا على الشهود وتم الفقوا الوالده ديالي والاخت ديالي وانا يا شخصيا العائله ديالي تهم كيديه ديال التزوير ديال الولده ديالي خيانه الامانه والتصرف في مال الشركات بسوء التصرف. وهذه كامله مخترعه ملفقه من طرف هاد العناصر الامنيه اللي هم الرؤساء ديالهم ولفقوا الوالده ديالي لغرض مبيت المصالح ديالهم والمصالح المباشره ديال المشتكي. وغنعطيكم واحد المثال باش هذا هو المحضر رقم 67 باش تقدمات الوالده ديالي. هذا كيتسمى المسطره كيكون فيه الخلاصه ديال جميع المحاضر ياك. غنوريكم واحد الحاجه اللي مستحيل توقع في دوله الحق والقانون ولكن وقعت كتوقع وغادي تشوفوا علاش المحضر 67 عنده الاهميه. خلاصه الضابطه القضائيه ولات هي اللي كتحكم ماشي المحاكم في المغرب. سمعوا المغاربه ما باقيش مازال غادي يمشيو للمحاكم. بعض عناصر الفرقه الوطنيه اللي ما بقاش فوق القانون لا يخضعون للقانون ولاو كيشدوا اي واحد كما كان ويزوروا المحاضر والتهديد والتعذيب. ودرنا بهم شكايه ديال تكوين عصابه اجراميه ودرنا بهم التعذيب والغدر والمشاركه في الغسيل وتبييض الاموال. شوف اش كيقولوا في خلاصه. يستنتج من خلال هذا البحث ان الجرائم المسطر اعلى تبقى ثابته في حق الماثلين امامكم. الدستور عطانا قرينه البراءه، القانون عطانا قرينه البراءه، والقاضي ما تيقول لك تتمثل قدامه حتى المحكمه النقض حتى تيصدر واحد الحكم حائز لقوه الشيء المقضي به. عاد اش كتسمى بانك مدان؟ اما الناس يقولوا لك باننا احنا مدانين تبقى ثابته في حق الماتنين امامكم كل فيما يخصه بعد ان اتضح جليا انه تم الفعل اقتراف زوار الممنهج المخطط له بدقه متناهيه. وانا اقول لكم سيد رئيس الفرقه الوطنيه، سيد رئيس المكتب الوطني لمكافحه الجريمه الماليه والاقتصاديه، انا اليوم صيفطت، انا مواطن مغربي هاما لي روسي صيفطت 19 وكيل عام في المغرب من شماله الى جنوبه اعلمهم بالتصرفات ديالكم من واجب التبليغ والابلاغ، وايضا اعلمهم بتقرير مكون من 501 ورقه فيها محاضر ديال الملف ديال الوالده ديالي غير ديال المصرحين والمحضر 67 والشكايات ومجموعه ديال الوثائق وتثبت الزوار في المحاضر ديالكم كاملين وعمليه استنساخ كامله باش يعرف المغرب كامل ويعرف المسؤولين كامل القضائيين انكم اوليتوا كتتقمصون دور العداله والقضاء. ها مالا غنقرا عليكم هذا السيد الوكيل العام للملك ببني ملال. هذا السيد المحترم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بقلمين. السيد الوكيل العام تازا المغرب كامل صفت له وصفت السيد رئيس النيابة العامة وصفت الديوان الملكي والكتابة الخاصة والجهات الأمنية كنعلمهم بهذا الشطط الخطير في استعمال السلطه والنفوذ وتلفيق التهم من طرف عناصر محدده لا يمثلون بالنسبه لنا لا المؤسسه الامنيه اللي هي بعيده كل البعد ونحترم كل احترام والتقدير والوقار هي والعناصر ديالها وحتى الضابطه القضائيه. هذه العناصر يصنعون الملفات
واخر ملفات بغاو يجيو يصنعوهم لينا غسيل الاموال. علاش؟ لان الملف ديال الوالده ديالي تنقض وخاصهم ولا بد يستدركوا الوقت باش يخلقوا لينا تهم ملفقه. ولاو هاد الناس يخلقون التهم الملفقه ماشي غير عائله المزوق وعائله زيلي حبيبه، بل المجموعه كبيره ديال المواطنين في مجموعه ديال الملفات الوطنيه اللي تداولها منابر اعلاميه ومعروفه واللي طالعنا على المحاضر ديالها تقريبا لا ميم شوز لو ميم ستيل. يجيب الشهود ما كيوريكش الوراق ويدير لك الضغط. اخر حاجه انا بغا يديروا ليا تلفيق ديال التهمه ديال اهانه. انا اهين عميد ديال الضابطه القضائيه من المصلحه، سبحان الله، من الناس المصلحه ديال المكتب المغربي لمكافحه الوطني لمكافحه الجريمه الماليه والاقتصاديه اللي كيستدعي جده وجدي المسنين 82 و86 عام في دوله الحق والقانون في يومه نهار الحد 22 في يومه باش يحضروا من هنا ساعتين، وكيهضر مع اختي بفضاضه في التليفون تقول لهم راه المرض راه عطيتكم الملفات الطبيه اللي انا عطيتهم لهم شخصيا.